مرحبا بكم يا أصدقائي، جاتلكم فيديو جديد مع مغامرات دودو. جمع الفيديو عن جزء 2 دوالك على راسك. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا لايك والاشتراك وبعث الفيديو لأصحابكم. أهم شيء الاشتراك عشان عيلة دودو تكبر. يلا نبدأ بالفيديو. هسا راح نحط طعمة مشروبات وراح نشوف. يلا اشي حامل، اشي حامل ليمون صح. اشي حلوان للقراصنة اللي هو ابو الكزبرة. ببغاء صح. وهسه دار يوسف. برتقالي وناكله برتقال صح. لا صح. اشي من برا احمر من جوا ابيض ناكله مع الجن صح. زي مشوك ومن جوا صباح لا ومن جوا اصفر فاكهه. ايش صبر اناناس صح. اللي بعده من جوا من برا اخضر ومن جوا اخضر خيار صح. اقرب ايش بنعمله بالعيد؟ معمول بس انه خلص الوقت. وهسه دوري. يلا بدي ابلش. اشي حار جدا وعمرته وفي منه لون احمر واخضر. فلفل صح. اشي نطلب من مطعم ومربى تحلية كنافة صح. اشي حلو ومن برتقالي واخضر وبتاكل وهو بنحط بالطبخات فلفلة صح. اقربي مشروب غازي ولونه ازرق بيبسي صح. اقلب اشي بيجي مع الحمص فزدق فلافل صح. اشي من دون ما مري مي صح. وهاي تكون نهاية الفيديو. إن شاء الله عجبتكم اللعبة. إذا عجبتكم اللعبة لعبوها أنتم وإخوانكم في البيت. وإن شاء الله عجبكم الفيديو. في نهاية الفيديو لا تنسوا لايك والاشتراك وبعث الفيديو لأصحابكم. أهم إشي الاشتراك عشان عيلة دودو تكبر. مع السلامة. مرحبا بكم يا أصدقائي. اليوم راح نجيب كتاكيت.